دكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي. دكتور غازي وزني بعد الترحيب. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. دكتور وزني اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك واهلا بالمشاهدين. بدنا نحكي اكيد بطبيعه الحال اليوم بنحط السياسه شوي على جنب وبنحكي بامور عم بتشكل مواد سجاليه، وخصوصا قصه ماكنزي هيدي الشركه. بنحكي بقصه العقوبات اللي موضوع المخدرات، تبييض الاموال والقانون الجديد بالاحرى العقوبات الامريكيه الجديده. بنحكي عن الخطط الاقتصاديه الموضوعه، بنحكي عن المشاكل يلي نحن مواجهتنا، بنحكي عن شغله عم بخبروني عنها من يومين موظفين بالقطاع العام مش مصالح المستقله، انه في اعاده نظر برواتبهم وتخفيضها من اول وجديد. تخفيضها من اول وجديد بعد ما صارت حق مكتسب وفاتت على جيبتهم بعد 4 أشهر من اقرار السلسله. عم بيجوا يقولوا لهم هلا رجعنا خفضنا لكم معاشاتكم، هلا بنحكي فيها وبسالك عنها. رح بلش انا وياك بالسجال حول ماكنزي. هل معه حق نائب وليد جنبلاط بس ينتقد الخطه الاقتصاديه وبيفتح سجال مع التيار الوطني الحر ممثلا بوزير الاقتصاد رائد خوري وبيسال الا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر شركه ماكنزي؟ هل ماكنزي ستستمع الى خبرات الشفافين في الادارات؟ واضاف هذه شركات امريكيه تخرب البلد واللي جايبين ماكنزي حمير. معلش رح نستعمل كلمة للأسف يلي استعملها وليد جنبلاط. شو القصة؟ ما هو حق وليد جنبلاط أم لا؟ مش موضوع حق أو مش الموضوع اليوم. من جهة لبنان بحاجة لخطة اقتصادية، هيدي بدون شك فيها، أنه كل اللي بيعرفوا أنه قد الأزمة اللي لبنان عم يعيشها، إنها على صعيد النمو الاقتصادي أو على صعيد الأوضاع الاجتماعية من ناحية البطالة والفقر، أو من عصايد اللي فخامة الرئيس ميشيل عون كان عم يحكي عنها من أشهر وأشهر، النمط الاقتصادي القائم. نعم. الهوية الاقتصادية اللي عنا إياها. اقتصاد لبنان اللي هو اقتصاد خدماتي بنسبة 75% لا يخلق فرص عمل. نعم. اقتصاد لبنان يصدر الطاقات الشبابية ولا يستوردها. هيدا النقطة الأساسية يفترض تغييرها وتبديلها وإيجاد هوية جديدة تخلق فرص عمل، تستورد اللبنانيين من الخارج، ولتجعل اقتصادنا حر ومستقل ليس مرتبط باقتصادات خارجية. نعم. هيدا النقطة الأساسية يلي إنه لبنان بحاجة. السؤال الثاني المطروح إنه هيدي الخطة لبنان بحاجة لها، مين بده يقدر يعدها؟ أعدادها الوحدة، هل ماكنزي هو بيقدر يعدها؟ والسؤال الواحد الثاني بغض النظر اذا كان امريكاني او ما امريكاني شيل الموضوع، هل يوجد في لبنان كفاءات ومؤهلات ومراكز دراسات مؤهله للقيام بها ومشهود لها بالخارج؟ نعم. هذا السؤال المطروح. انا نسبه لي هذا الشق باخذه. اوكي تفضل. ماكنزي شركه محترمه ومقدره بغض النظر عن هويتها وانتمائها، ومشهود لها وعملت انجازات بدول وعملت اخفاقات بدول اخرى، نقول مثل ما وكالات التصنيف الدولية عملت إنجازات وإخفاقات، أكبر إخفاق للوكالات التصنيف الدولية بأزمة المالية العالمية تبع 2008. نعم. بالمقابل لا، لبنان عنده مؤهلات وعنده كفاءات وعنده مراكز دراسة مشهود لهم ويستعان بهم من ناحية البنك الدولي أو مؤسسات التصنيف الدولية أو من ناحية صندوق النقد الدولي. من هون أنا لإلي كان إنه ما احترامي لماكنزي والخبراء تبع ماكنزي، بعتبر على إنه لا، لبنان عنده كفاءات وعنده مؤهلات وعنده مراكز مشهود لهم وعنده انطلاقة. اليوم في عندك المجلس الاجتماعي الاقتصادي السابق يلي قدم كتاب نهوض لبنان ويلي كثير من الدول صحيح. الخارجية استاذ روجين سناس. استاذ روجين سناس يلي كثير من السفارات الغربية كلها الأوروبية، بلش بالولايات المتحدة الأمريكية أخذ الكتاب وللأوروبيين ولكذا واستعانوا فيه وعم بيكون لهم مراجع إنه لا، لبنان عنده. من هون قصة الملاحظة مع الدراسة والهوية بمطب فخامة الرئيس اللي مفروض تنعمل وتأخرت عشرات السنين عليها. ولكن أنا بلا ما أرجع لماكنزي بعتبر على أنه لبنان عنده مؤهلات والكفاءات وعنده مراكز عليها، وأثبتت بمجلس اجتماع الاقتصاد السابق وكذا. هيدي قصة ماكنزي. طيب بس أنا بدي أكمل أنا وياك الكلام حول في عنا قدرات نحن مثل ما عم تقول حضرتك فيها تعملها. طيب ليش تم الاستعانة فيها؟
هيدي انت شو تفسيرك صار اليوم بسألك اليوم كخبير. اليوم يعني معالي الوزير لا ما الحكومه قررت مش ما هي الوزير ما هي اقتراح من اقتراح على راسي طيب بس حكومه قررت حكومه وافقت يلي صديق يلي اوكي على راس وبحترمه وبقدره عنده وجهه نظر عنده وجهه نظر طرحها على الحكومه والحكومه تبنتها يعني صار مسؤوليه الحكومه يعني مثل بالوعي وجهه نظر انا وجهه نظر خارجيه انا ما بنتمي للحكومه ولا بحيي معالي الوزير الصديق بالوحده انا لالي كان لا بشوف انه في مراكز دراسه داخليه وفي اشخاص معروفين وفي اشخاص عندهم خبره واسعه بهالشيء اللي كانوا بيقدروا يقوموا بالدراسه رغم انه هو ذاته مع الوزير شو بيقول لك 90% من اللي بده يعملوا هالدراسه لبنانيين، طيب اذا كانوا 90% هن لبنانيين بقلب ماكنزي، طيب ما في 90% كمان من اللبنانيين خارج ماكنزي بيقدروا يعملوا دراسات وهاللي قاعدين بلبنان مع احترامي بقول لك شغله اليوم بس البنك الدولي يعمل دراسه عن لبنان ما بيعرف المعطيات الموجوده بلبنان قد الاختصاصيين الموجودين بلبنان بيستعين فيهم بيتصل فيهم بيلتقى فيهم بيجتمع معهم بشو وجهه نظرهم شو كذا شو كذا شو كذا ياخذ معلومات منهم وبعدين بيعمل تقرير وعاده هيك بتصير يعني صحيح. من هون قصه انه اهل الاختصاص بيقول لكم طب بالنهايه رح يتصلوا فينا رح نقعد معهم جلسه رح يتغدونا رح نعشيهم رح نعمل لقاءات بالوحده رح ياخذوا افكارنا وهن رح يحطوها بالاطار الوحده تحت عنوان ماكنزي هاي العباره العنوان اسمه ماكنزي بتكلف هالقد بدون هالعنوان اسمه ماكنزي بتكلف اقل هيدي مثل واحد بس بده يشتري مثلا مره بتروح بده يشتري فستان اذا حطوا له شانيل عليها بتكلف شيء واذا شيلوا له اسم الشانيل بتكلف نص السعر لا اكثر ولا اقل هيدا له علاقه بمؤتمر بريز 4 منه انا لالي شخصيا انا شخصيا لالي ما بشوف له علاقه ما اوكي اشرح لنا بدي لك ليه اول شيء مؤتمر بريز ما بدناش نقول أربعة لأنه ماكرون ما بيقبل يقول إنه باريس أربعة باريس ثلاثة بترجع لجاك شيراك مؤتمر باريس لبنان حتى يحلوها شوي عملوها مؤتمر سادر إنه سادر أوكي طيب هو شو مؤتمر باريس أو مؤتمر سادر هيدي بعد اللقاء الأخير تبع الدعم بعد وصول رئيس الحريري على باريس بعد الأزمة الكبيرة صار عم بنحكي بقصة مؤتمر وماكرون انه اظهر جهوزيته الكامله واستعداده الكامل ليساعد كون السلفة تبعوله عملوها عملوا مؤتمر لدعم مؤتمر استثماري استثماري لدعم الاقتصاد اللبناني بس هو مؤتمر استثماري استثماري شو بيطال جميع البنيه التحتيه في لبنان كل البنيه التحتيه بتبلش بالطرقات بالسدود بالمرافق بالمياه بالصرف الصحي كل شيء بيتعلق بالبنية التحتية في لبنان موجودة بالصحة بالتربية كذا هيدي المشروع حسب المصادر تبع رئاسة الحكومة هي على ثلاث مراحل بس نحن هون عم بيحكوا بس على المرحلتين الأولى والثانية الأولى والثانية تاخذ تقريبا 10 سنوات وكلفتها 17 مليار دولار هيدي لبنان بده يقدم على مؤتمر باريس هذا البرنامج تبعه الاستثماري الاستثماري بده يكون موجود بالبرنامج الاستثماري اكيد برئاسه فرنسا هيدي ايجابيتها الاتحاد الاوروبي خاصه المانيا اللي بدها تقدم الدعم والبنك الاستثماري الاوروبي يلي بده يقدم الاموال وبنفس الوقت انه البنك الدولي يلي بده يعطيها الغطاء نعم وبنفس الوقت الصناديق العربيه وبعض الدول العربيه هذا الاطار الاطار الاقتصادي المالي احد الملفات المهمه او الافاق الايجابيه الجيده في عام 2018 انه بس يصير هذا المؤتمر الكبير الحلو الجيد جدا بدها تكون وجهه النظر نظره الخارج للبنان جد ايجابيه انه نحن مقدمينكم الدعم الاقتصادي والمالي والاستثماري الغطاء موجود بهالشغله هيدي اهم ايجابيه وقيمتها 17 مليار اكيد لبنان ما رح يحصل 17 مليار وبعدين كلها قروض وهي 250 مشروع خلينا قروض 250 مشروع بس الشكل الحلو لقاءات الدول عم تجتمع كذا من هون ماكنزي شو له علاقه بالدق اوكي ما له علاقه مين له علاقه بالموضوع لبنان لبنان بده يروح على هالمؤتمر ليقول لهم انه نحن عم نعمل خطوات اصلاحيه
في باريس 1 2 3 عمل وعود 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 وعود، ما عمل بقى خطوات اصلاحيه. الفرنسوي بده يقولوا له والامريكان والبنك الدولي نحن صرنا سنوات ناطرينك بدك تعمل خطوات اصلاحيه، شو جاي لعنا بدك تطلب مصاري وبدك دعم ولو كانوا قروض بس على القليل تنقدر نساعدك، شو الخطوات الاصلاحيه بدك تساويها؟ هون صارت مسؤوليه الحكومه صحيح المساعدات مشروطه بالاصلاحات، انه تقدم تظهر حسن النيه تبعولها بالاصلاحات، مثلا خطوات اصلاحيه. لبنان بيحضر حاله في مشروع موازنه 2018 اللي بنحكي فيه بعدين، اوكي بيعمل مشروع موازنه اصلاحيه انه العجز بلا ما يكون 10%، بيقول لهم للحكومه بيقدم مشروع موازنه نظيف وكويس رشيقة. شكله ورشيقه احسن شكله بلا ما يكون العجز 10% بتعمل 7% بالموضوع خطوات اصلاحيه، بروح لهونيك هيدي موازنه فيها ضبط للانفاق، هيدي موازنه اقتصاديه، هيدي موازنه، بروح لهونيك مقدم شيء حلو. طيب خطوه ثانيه، من سنوات 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 كل دراسة بتجي أو كل تقرير بيجي عم تعلق بلبنان، أول خطوة إصلاحية بيقول لك إصلاح الكهرباء. صح. سنوات سنوات لبنان بيقول لك بدنا نعمل إصلاح الكهرباء بكرة وبعد بكرة وكذا، بتطلع ما في شيء، نحن هونيك نحن قصة الكهرباء. عدم إصلاحها هو سياسي. مضبوط؟ لأنه الحلول تبعولها متعارف عليه. ما تيجي تقول لي شو الحلول؟ جيب واحد من الطريق، تقول له شو مشكلة الكهرباء؟ بيقول لك 1 2 3 4 5. وكيف حلها 1 2 3 4 5؟ تمام، قصة سلاح سياسي، بيتفقوا السياسي قررنا هذا الخطوة الإصلاحية اللي بدنا نعملها. إصلاح الكهرباء من الخطوات الإصلاحية يلي موجودة بالوحدة. ثالث خطوة إصلاحية قصة الاتصالات. بالاتصالات لبنان بباريس 1 2 3 4 بيقول لك إنه قطاع الاتصالات بدنا نعمل له إصلاحات، لأنه بالنهاية هذا القطاع رايع على الخصخصة. رايع على الخصخصة، طيب اوكي، في الهيئات الناظمة، بنحط له الهيئة الناظمة بالموضوع، يعني مش اشياء، بيعملوا 2 3 اصلاحات بهالشهرين الثلاثة لإله، ببلش بالموازنة بالكهرباء وبقصة الاتصالات والبنون بالتحفيز النمو الاقتصادي، في 6 7 لأنه هن 6 7 اشياء اصلاحية، بيعمل 2 3 منهم، بيروح لهونيك بيروح متمكن، بيروح قوي. انه انا جاي بطلب مساعده، بس هيدي الحكومه الموجوده حاليا هي حكومه بدها تقدم اصلاحات، مش جاي تاخذ مصاري او تاخذ قروض منكم لبرا لو ميسره طويله 20 30 سنه او كذا، لا نحن عم نقدم اصلاحات. نعم. هيدا مؤتمر باريس يلي عم ننتظر عليه، ماكنزي ما له علاقه فيها، اوكي، ودراسات ماكنزي ما له علاقه فيها، ويلي راح دراسات ما راح تاخذ وقت، ويكون مؤتمر يمكن ما لقى وخلصنا منه. عظيم. جان ايف لودريان وزير الخارجيه الفرنسي كان لافت وقتها قال انه مثل ما عم تتفضل حضرتك المساعدات والاستثمارات للبنان مشروطه بالاصلاحات، لكن ايضا نحن سننتظر قيام حكومه منبثقه من الغالبيه النيابيه. احد الشروط ما عم يعني اكيد واضحه، بس منبثقه من الغالبيه النيابيه، اذا طلع حزب الله الغالبيه يعني ما بدهم حكومة بلبنان توافقية أو ائتلافية أو تعايشية مثل ما صار دائما، يعني بال 2005 بال 2009 14 أدار تقدمت بالانتخابات، بس دائما الانتخابات شيء والحكومة شيء ثاني. فرنساوي بس يجي يقول لك إنه بدي حكومة منبثقة من الغالبية النيابية، بس في لها تفسير اقتصادي هيدي إذا بتسمح؟ لا، يعني أولا لودريان إذا بتتذكر وقت كانت الأزمة الوطنية الكبيرة لبنان قبل الظهر عمل تصريح فيما يتعلق بوضع دولة الرئيس الحريري بالسعودية، وبعد الظهر عمل تصريح ثاني صحح التصريح، انه بس اجى توجيهات او معلومات او معطيات غير بالبداية انه لا قاعد مرتاح وكل شيء. من هون انه لودريون اكيد عم يعطي وجهة نظر سياسية شو موقفهم، لانه كمان نسبة لحزب الله للاوروبيين كمان في قصة الجناح العسكري شيء والجناح السياسي شيء ثاني. اوكي. حزب الله موجود بالحكومة هلا مثل ما كان موجود بالسابق، مثل ما كان موجود بباريس 3 وموجود كذا، يعني ما تغيرت المعطيات. هيدي أول نقطة. ثاني نقطة اليوم بالموضوع بس تحكي على العقوبات الأمريكية على حزب الله. الموقف الأوروبي واضح كثير إنه مش ماشي مع الموقف الأمريكي بالعقوبات بالموضوع، مش ماشي بالموضوع. ثالث شيء بالموضوع اليوم هذا المؤتمر
خناقات بالفصل الاول. انتخابات ايمتى؟ بايار. بس بأيار. اكيد في حكي انه هلا في شغله انه بركي تاجل انتخابات، بس الاهم انه في كلام. لا تنحكي بتنضلنا بموضوع المؤتمر، في كلام، في احتمال تاجيل المؤتمر. هلا صحيح اليوم اللواء، جريده اللواء اكدت او بالاحرى معطيتها بتقول انه اواخر اذار، لانه بده يجي رئيس ماكرون، رئيس ماكرون بده يجي على لبنان بنيسان. بس في كلام ممكن تاجيله هذا الى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومه، عدوا مد الحكومه بركي تشكل بعد 3 اشهر من الانتخابات. هلا ماكرون، بس خلينا اطرح الاحتمالات انا وحضرتك. خلينا ماكرون اعتبر انه هو جاي الى لبنان اوكي تتويجا للمؤتمر. لا تتويجا عظيم جي. وماكرون بيعرف اكثر من الوزير الخارجي تبعه انه الانتخابات بايار، وتيصير في بعد انتخابات بدك شهرين ثلاثه تيحضروا الوحده الحكومه. صح الحكومه، يعني صرنا عم نحكي تقريبا. وبعدين باوروبا بس يصير دخلنا بتموز بجوية انتهت القصه، بدك تنتظر لاخر ايلول حتى يبلشوا الحركه بالوحده، صرنا بايلول مظبوط. اما لا معك اذا عم نحكي تقنيا بالموضوع، انتخابات بايار، بتالف الحكومه بتموز، تموز الاوروبيين دخلوا بالفصل الصيفي، ما بيرجعوا على الشغل الا بايلول، وبايلول بدك تبلش المؤتمر تفكروا فيه بتشرين الاول. من هون انه منبثقه بدك تشوف شو الابعاد تبعها، بس انا ما كثير بركز عليها. اليوم اهم شيء يعني نسبه لماكرون ونسبة للميركل والاتحاد الأوروبي ونسبة للبنك الدولي ونسبة للأمريكان ونسبة للصناديق هي الإصلاحات. نعم إصلاحات هي الشرط الأساسي، هي العقد الأساسية لنجاح أو عدم نجاح أو حجم نجاح أو عدم نجاح المؤتمر باريس. يعني لأنه اليوم مؤتمر باريس غير مؤتمر باريس ثلاثة. مؤتمر باريس ثلاثة جورج كان مجزأ قسمين، قسم الأول أنه يدعم الخزينة يعني الموازنة. نعم. كان مثلا 25% منها للموازنة بنقدمها موازنة وهبات، و75% منها قروض استثمارية. نحن اليوم شو الوضع؟ 100% قروض استثمارية، أنه هيك الفرق بين الاثنين. هوليك كان في من ندعم الموازنة العامة في لبنان أنه عنده عجز كبير، خدمة الدين عالية. نعم. وكذا ندعمها. اليوم لا، هيدي جاية كلها قروض. هيدي القروض إيجابيتها للبنان شو هي؟ إذا مثلا جينا قرض بنك الدولي، هو مقدم القرض، هو بده يقعد ينظر عليه، هو بده يشوف إيجابيته أم لا، تنفيذه أم لا، حسن إيديه أم لا، وبده يراقبه. هيدي بس هي قروض، وتتوع على القروض لبنان مرتاح. انا ما بربطها ابدا بالسياسه، بربطها بموضوع قصه الاصلاحات، والدليل على الوحده المواقف اهم شيء بموضوع الموقف اللي ماكرون اخذه كمان وقت الازمه الوطنيه الكبيره جدا اللي عشناها بلبنان. شو بتفسر اقتصاديا الاهتمام الدولي بلبنان؟ باريس، روما، بروكسل. بروكسل النازحين، بس كمان في شروط بتلاحظ بكل مؤتمر، في شروط انه هيدا العودة الطوعية، هيك مشترطين عليها. نحن بنقول العودة الامنة، هن بيقولوا العودة الطوعية. بمؤتمر روما لدعم القوات المسلحة اللبنانية اكيد الشرعية، في تركيز على النائب النفس، انه بكل وحدة حاطين لك واحد. شو سر الاهتمام الدولي في لبنان؟ عارفين انه في واقع بلبنان، النائب النفس خبرية اوكي مرقت ورجع تم تأكيدها، بس كلهم بيعرفوا الغرب اكثر من هذا. طيب هل في هدف واحد هاجس اساسي عند الغرب هو عدم ذهاب النازحين السوريين الى اوروبا، ايه ولا لا؟ خلينا انا هون باخذها بشقين. تفضل. اول شق بالموضوع ما بدي استخفه، الشق الأولاني قصة إنه وضع اللبنانيين بالخارج وبلبنان، أو علاقات اللبنانيين المقيمين أو المجنسين بالخارج وبلبنان، هيدي واحد ما يسألها أبدا. بس يكون أنت مثلا بفرنسا فيك تلقط التليفون تروح تشوف برنار أمي بخمس دقايق اللي هو مسؤول الاستخبارات الفرنسوية، وعلاقتك معه الشخصية قوية كتير، غير ولا بدك تلقط التليفون بدك جمعة
تاخذ موعد منه وهيك، بس يكون لك امكانيه تضغط التليفون وتتصل بالسفير بون اللي كان بلبنان، اللي هو اليوم مدير مكتبه للودريون، هو اقوى من لودريون بالوحده. كل اللي بيجوا على لبنان بيستلموا. شوف بامريكا طلعت التليفون، امريكا بيصيروا اهم مسؤولين بامريكا، طلعت التليفون فرنسا كمان غريب، طلعت التليفون تروح تشوفه بخمس دقائق بتقول له القصه كذا كذا كذا، بعد نص ساعه بيجي من ماكرون تليفون للدريون بغير موقفه. ليش قلت لك الموقف من لدريون؟ صحيح. كان قبل الظهر شيء، بعد الظهر شيء، من ورا شو؟ من ورا اللقاء اللي صار مع احد المسؤولين اللبنانيين مع بون. بون بلغ الرئيس الفرنسي وصار تعديل ساعات. اوكي. من هون ما تستل، وبس تروح سطر في دعايت له لسفير السعودي او المسؤول السعودي وباللقاء بواشنطن قال له شهير شهيد انه والله لبنان خط كذا كذا، ما في من هون انه الشق الاولاني. ريكس تيلرسون وزير خارجيه الامريكي لاول مره يجي يصير لبنان على لسانه كانت يومتها يعني، واللقاء كان سطر في واضح بالموضوع، وهيدي محبته له من هون إن لا تستقل الجانب العلاقات الشخصيه اللبنانيه بالداخل وبالخارج. هيدي نقطه عجب كثير. والثاني نقطه مهمه كثير، قصه النازحين. اليوم النازحين السوريين هو اكبر تحدي نسبة لأوروبا. وين بتشوفها؟ شفناها بتركيا. تركيا بس كان الباب العبور بينها وبين الاتحاد الأوروبي موجود بس النازحين، وقعدت تفاوض عليها، قالت لهم من نهاية الأمر ما بدكم تخلوني انضم للاتحاد الأوروبي، أنه تركيا شو بدها؟ بدها تنضم للاتحاد الأوروبي أحد شروطها، بس أسباب متعددة مش عارف تنضم. أهم شيء قصة أنه النظام السياسي، النظام السياسي والإسلامي و مهم إنه تعتبر تركيا باب عبور من تركيا إلى اليونان وكذا. راح تفاوضت عليها، أول دفع أجواء 3 مليار يورو، بس إنه هالباب العبور تبولك سكريها. عندك باب عبور تاني اليوم موجود بليبيا، إنه بليبيا كمان باب عبور لعدد كبير جداً من النازحين من دول افريقيه من هونيك عبر الاتحاد الاوروبي، كمان هونيك عم بيفاوضوا بالموضوع باب العبور. يعني موضوع النزوح الافريقي او النزوح الشرق الاوسطي هي احد الهواجس كبيره جدا يلي تقدر تفاوض فيها. لبنان مشكور بس صار هالازمه الكبيره جدا. الملف النزوح السوري كان ملف اول استعمل، نعم استعمل بشفافية بوضوح بحنكة وبدراية. صار قصة الملف النزوح أحد أهم الهواجس والتحديات اللي عم بيواجه الغرب، لأنه في بلبنان الأرقام الرسمية المسجلين مليون واحد أو قالوا هلا خفضوهم سنة 1975 فجأة صاروا 998 وصلنا بالأرقام الحكومية سنة عم نحكي بالمليون نص ومليون 700 إنه هيدي إذا كان لبنان قال أوكي بتكون تهددوا الاستقرار الداخلي في لبنان وما بتكون تقدمون لنا دعم، هودي بالنهاية بدنا نفتح له مجالات الهجرة، له الحق. هاللي بده يروح من طرابلس الله معه، هاللي بده يروح من سوريا الله معه، هاللي بده يروح على تركيا، بده يروح على اليونان، قد ايه بعيد اليونان من هون لهون، قد ايه بعيد القبرص من هون لهونيك، كلها نفتح الابواب الهجره للنازحين. يعني موضوع النزوح اللبناني عامل اساسي، ملف اساسي، انه الغرب انه لا بنعرف اعباء عليكم، انه لبنان قد ايه عم يحصل منها. بعطيك مثال صغير، اليوم كلفه النزوح السوري على لبنان على الاقتصاد، ما بديش احكي بس النزوح، الازمه السوريه اوكي والنزوح على لبنان من 2011 لحديد هلا، هالازمه كلفت الاقتصاد اللبناني 20 مليار دولار. 20 مليار دولار، هيدي ارقام متواضعه. اذا بدي احكي قد ايه حاجاتهم السنويه، سنويه خلينا هي على السنويه، هلا مثلا بال 2018 اذا بدي احكي ارقام المفوضيه بيقولوا لك النزوح السوري لانه نزل صار بحاجة لمليارين دولار بالسنة، هيدي بحاجة لإله بالمالية العامة، إغاثة ومساعدات وطرقات وكهرباء وصحة وتربية وصرف صحي، بده مليارين دولار. قد ايه عم يعطوا لبنان منهم؟ أقل من 40%، أقل 40%، يعني عم بيعطيه 800 مليون. قد ايه عم بكلف لبنان من جيبته من خزينته؟ ولبنان ما عنده ما الخزينة الله يساعدها، الوضع الاقتصادي الله يساعده، المليار عم بكلفوا مليار و200 مليون دولار. اذا لبنان عم بيقول لهم بكره انتم وعود 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 وعود، نحن بلندن وعود،
بيكسل واحد وعود. ليه ما بيعمل لبنان مثل تركيا؟ هذا الموضوع انه 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 مزبوط مزبوط. تركيا هددت بالموضوع انه وعود. نحن ما بقى بدنا وعود، نحن بدهم هن بحاجه سنويا مليارين دولار. هيدي ارقام رسميه من فوضيه عندكم، صح؟ عم تعطونا هن مش 40%، 37%، بس نحن تكرمنا مره اعطيناهم 3 مليون، يعني 40% يعني 800 مليون. نحن بدنا مليار و200 مليون بدنا نغطيهم نحن، ومنهم معروفين على قصه الطاقه 20%، قصه كذا، المهم بدناش نكررها انه صاروا الناس عارفين عن غير مليار و200 مليون. من هون قصه المؤتمر تبع باريس انه طيب نحن عم نتحمل، وبتعرفوا طاقتنا قد ايه، بتعرفوا امكانياتنا قد ايه، قد ايه المطالب مرتفعه عنا، قد ايه الفقر عنا. بس انت شو متوقع دكتور من بروكسل؟ مؤتمر بروكسل. من هون بنكون خلصنا بقصه المؤتمر. ثاني افاق ايجابيه بالموضوع في عام 2018، حتى نقول في 2018 في افاق ايجابيه. أوكي. اول افاق هالشهر ان شاء الله بتوقع قصه التلزيم البلوكين النفطي، بنحكي فيه بعدين. قصة اللي حكيت على مؤتمر باريس هيدا أفاق حكيني واحد. تاني أفاق قصة الناسحين. مؤتمر بروكسل أكيد مرأة بروكسل واحد، وللأسف الشديد إنه بروكسل واحد كان وعود بشكل كبير جدا. ليه؟ لأنه جينا ببروكسل واحد وعود بنعطي 6 مليار. 6 مليار لمين؟ لإجمالي الناسحين. قد ايه اجمالي النازحين؟ في عندك نازحين سوريين خارج سوريا، وعندك نازحين سوريين بقلب سوريا، صح؟ لما النزوح السوري بقلب سوريا فوق 6 مليون، والنازحين السوريين خارج سوريا 5 مليون، يعني 11 مليون نازح بدنا نقدم لهم وعود 6 مليار. شو؟ ونحن عندنا منهم قد ايه؟ يعني من ال 11 عندنا تقريبا 12% منهم، يعني ما بيجينا بالموضوع كله اذا عطوا 500 مليون دولار، هيدا اذا عطوا. من هون انه كان الرقم كبير 6 مليار، بس هودي للنزوح السوري كله بالداخل وبالخارج. طلع وعود ما جينا منه شيء. قبل بروكسل واحد كنا بلندن، كمان بلندن، صحيح. كمان وعود، كمان اجى شيء بالوحده. اليوم بروكسل اثنين أكيد المسؤولين بالدولة أخذوا بعين الاعتبارات الوعود السابعة ببروكسل واحد بروكسل اثنين، أرقام كبيرة وكذا بدون تنفيذها، أكيد بدون يركزوا بشكل كبير جدا إنه لا، بروكسل اثنين اللي هو للناسحين تكون إنتاجية وفعالة وحقيقية اللي بدنا نحصلهم، مش والله أرقام 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 بالموضوع، لا بالقصة. من هون إنه لا، لازم تكون بروكسل اثنين عامل ايجابي بالموضوع، ولبنان بيقدر يروح على بروكسل 2 عنده قوة، عامل قوة او ورقة قوة بالموضوع. وانت ذكرت بالبداية التقرير تبعولك، بس بتحكي على العودة الآمنة. طيب اليوم على العودة الآمنة، شو عودة الآمنة؟ ما بدها شيء، نشوف النازحين السوريين موجودين بلبنان. عندك 62% من النازحين السوريين موجودين بلبنان لأسباب أمنية بسوريا، يعني اشتباكات، وضع مناطق غير صحي. من كم يوم مسؤول بالمفوضية شو بيقول لهم باللقاء؟ بيقول لك 80% من الأراضي اللبنانية، من الأراضي السورية صارت آمنة. قد ايه؟ 80% صارت آمنة. وبنفس الوقت الكل بيعرفوا على إنه التوتر بسوريا بيتراجع بشكل كبير جدا. صحيح. عندك نقطتين، 80% آمنة، وبعام 2018 تخفيف حدة التوتر بسوريا. عندك 62% اللي موجودين هون بلبنان لأسباب أمنية، افتحوا لهم الأبواب على العودة. وال 30% اللي دائما بعد السياسيين بيقولوا لك انه النظام من النظام وكذا، وهودي خطر على النظام، مشكله داخليه، الناس ما بدها تحكي مع سوريا، الناس بتعتبر بس 30% بهيدي القصه هم انتقلنا لمشكله داخليه. هلا صرنا مشكله داخليه، نحكي مع النظام، ما بنحكي مع النظام، صح. الحكومه ما الحكومه، طيب ما في 62% هودي الموجودين، هودي لأسباب أمنية بالوقت يلي الأراضي السورية 80% صارت، يعني على الأقل على الأقل نص هؤلاء فيهم يفلوا، بيقدروا يفلوا. من هون انه بس واحد يروح على مؤتمر بروكسل، احد النقاط اللي بيقدر يركز عليها انه والله انه نحن لا، خلينا هالعوده الامنه اللي صارت متوفره بسبب انه
بداية تخفيف التوتر أو الحلول بسوريا اللي بدها تاخد سنوات بدون شك، وبنفس الوقت إنه 80% حسب قولكم أنتو صارت إنه آمنة. خلينا نبلش العودة الآمنة والتدريجي للوحدة بتخفف العبء على لبنان اقتصاديا ماليا اجتماعيا من كل النواحي، وهيدي الأمور يلي يفترض إنه علينا إنه من الإيجابيات الأفاق الإيجابية اللي أنا بقولك إنه عام 2018 في إيجابيات، في قصة المؤتمر البريد اللي عم تحكي، في مؤتمر بروكسل اللي عم تحكي، وبنفس الوقت فيها المناخ الإيجابي اللي عم تتغير بالمنطقة خاصة مع الدول الجوار. بعطيك مثل صغير أستاذ جورج، يلا بناخد بريك بس تفضل قول هذه النقطة. اليوم الصادرات اللبنانية بتوع الدول العربية ما كانت المعابر مقفلة للآخر من جمعتين وثلاثة، معبر جوسي بين لبنان وسوريا فتح. صح فتح. معبر نصيب بين سوريا والأردن فتح. هيدي بالتعامل مساعد على الصادرات اللبنانية اللي بتخرج للبنان. من هون إنه في إيجابيات في عام 2018 يفترض على الحكومة التركيز عليها ليقدر يستفيد منها. ناخد بريك دكتور وزني، نرجع بعدها نتابع حوار اليوم. اهلا بكم مجددا في حوار اليوم، واهلا بالدكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا فيك دكتور وزني. بس بدي اكمل على النقطه الثالثه مع حضرتك، انه المؤتمرات الدوليه الداعمه للبنان بننتهي عند مؤتمر روما لدعم القوات المسلحه الشرعيه اللبنانيه، لكن ايضا بتحس انه في شيء مشروط، النائب النفس، التركيز على النائب النفس مقابل دعم القوات المسلحة، وكأنه رسالة أنه ما تعاطوا مع حزب الله وخلي حزب الله يكمل النائب النفس، وأنتوا نقوا بنفسكم عن حزب الله وعن كل ما يمت إليه بصلة. ها واقعية النظرة. هلأ الموضوع أصل المساعدات لك، شوف كمان شو أظهرت الأشهر السابقة. أول شيء أظهرت الأشهر السابقة أنه الغرب بده الاستقرار الأمني والعسكري في لبنان، وبين بوضوح بعد قصة الجرود عرسيل اللي صارت، الإشادات اللي إجت للجيش اللبناني بالإجراءات اللي صارت. صحيح. وبنفس الوقت ظهرت بالدعم اللي عم يجي الجيش اللبناني تبعيا، شوف إن والله دعم هون كذا كذا، في واحد يقول إن والله مش بالحجم اللازم، مش بالكمية بالبدك، مش بالنوعية، مش كله مزبوط، بس إنه في عنوان بالخارج عالمي انه حفاظ على الاستقرار العسكري والامني في لبنان، وبنفس الوقت ثاني جهه حفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. هيدي اليوم العنوانين يلي موجودين بدنا نمشي من تحتهم بالموضوع. اضافه لهيدي بتجي لك الشروط الثانيه، اليوم النائب النفس. اليوم النائب النفس الحكومات عم بتطبقها، الحكومه عم بتطبقها. والشعار يلي صار بعد قصه عوده دوله الرئيس الحريري كان احد العناوين الرئيسيه اللي انبحثت مع الحكومة بالموضوع، قصة النائب النفس، وتقريبا كل الأطراف إنه تبنوا أو اعتمدوا أو بيمشوا بهالسياسة النائب النفس، حتى بالتصاريح. بس عم تحكي مثلا تصاريح حزب الله، تصاريح حزب الله بالسابق كان شكله شيء، وتصاريح حزب الله اليوم صار مستوى غير شكل، وحزب الله ما بيخلي مناسبة موجودة إلا تصريحه واضح. نحن بموضوع المنطقة، نحن باليمن ما لنا علاقة، بالعراق انسحبنا، بتركيا هي على طريق الحل الموضوع، يعني كل القوى السياسية السورية على طريق الحل. اليوم كل القوى السياسية مدركة أهمية إنه هالعنوان يلي الغرب عم يطلبوا منه بالنائب النفس. وإذا بدك تروح أبعد من هيك، طب امبارحة أول امبارحة النائب وليد جمرات عمل بمقابلة بأحد مع زميلي بولا، مع بولا عمل تصريح معين، رجع امبارحة عمل تويتر كمان انه عم يوضح الامور بالشغله، انه لا، انه نحن كل القوى السياسيه بلبنان ملتزمين بموضوع النائب النفس. من هون انه انا ما بتخوف انه لبنان يروح على مؤتمر روما يلي هو الدعم العسكري بالوحده، قصه انه النائب بالنفس، والكل بيعرفوا جهوزيه ووطنيه ودور وكيت الجيش في لبنان بمحاربة الإرهاب وكل شيء، وبعدين عم بحقق لهم أمور الجهادية بمحاربة الإرهاب، لأنه الإرهاب بالنهاية لوين بده ينتقل؟ ما بعدك عم تحكي بالبداية قصة النازحين، ما هن الغرب شو بخاف؟ انتقال النزوح النازحين وانتقال الإرهاب لعندهم. صحيح. على الجنبين، إذا كان لبنان
قصه القسمين على الجنبين عم بيعالجوا نيون، النزوح عم بيخليهم عندهم، والارهاب عم بيصديلهم وعم بينهيهم وعم بيبيدهم، طيب شو بدهم اكثر من هيك؟ صحيح. صار العنوان النقي عنوان عم بيطبقوا وكلهم عم بيطبقوه وعنوان كله عم بيمشي فيه، وما بعتقد انه في لها مشكله هذا الاطار. قبل مفروض بقصه البلوكات النفطيه وقصه الموازنه والتدابير وكلام الحاكم سلامي يلي دائما عم بيكون كلام مطمئن وكلام تاكيدي على ثبات واستقرار الليره اللبنانيه وقدره المصرف المركزي على التعامل مع كل المشاكل اللي بدي اسالك عنها بشكل مفصل. بالسعوديه تحديدا بنلاحظ كمان هلا الكلام بده ينحكى يسجل للسعوديه بكلام ايجابي بالرغم من المشكل اللي صار وبالرغم من خليني اقول التصعيد الخطير يلي لم تصل اليه العلاقه اللبنانيه السعوديه باي مرحله من المراحل، بالرغم من كل شيء هديت الامور رجعت فجاه، ولكن السعوديه لم تقدم على اي خطوه مؤذيه للبنان، وهيدي كمان تسجل لها بالرغم من انه الجو التصعيدي والسلبي كان ممكن حدا بالانفعال وبالعاطفه وبالفلتين القرارات يلي عم تتخذ كان هون وهون كان ممكن يتخذ قرار معين. السعودية حافظت برصانة على هذا الجو الأخوة والعلاقة بين لبنان والسعودية على الأقل مثل ما بيقولوا كرمال السنوات الماضية والعلاقة الماضية. اللبنانيين بعدهم معززين مكرمين هونيك بالرغم من كل شيء. لا، في شيء صار، هيدا المراجعة ليش انعملت، أو بالأحرى هيدا الجو ليش طلع هيك فجأة، وليش خليني اقول ان شاء الله ان شاء الله بترجع العلاقه افضل وافضل وافضل بين لبنان والسعوديه، ليه رجع صار بهيدا الشكل يلي غير متوقع؟ كما لم يكن غير متوقع بالصعود كمان لم يكن غير متوقع بالنزول، كريشندو دي كريشندو. تفضل. يعني اليوم بهيدا الموضوع اولا بدك تحمل منطلق انه كل اللبنانيين بغض النظر عن انتمائاتهم الحزبيه السياسية الطائفية وما إلى ذلك، بده العلاقات الجيدة بين لبنان والسعودية، بين لبنان ودول الخليج، أنه كمان ما حدا بيقدر ينكر أنه بدول الخليج في 500 ألف لبناني عم يشتغلوا بدول الخليج. صحيح. وهودي اللبنانيين عم بيحاولوا 7-8 مليارات دولار بالسنة. اللبنانيين وهودي لبنان عليهم بالحقيقة. هودي اللبنانيين عايشين بالخليج منذ عقود، يعني ما راحوا امبارح على الخليج. صار له 20 30 40 50 سنة بالخليج. من هون انه كل اللبنانيين بدون استثناء بدهم هالعلاقات الطبيعيه والجيده والايجابيه مع دول الخليج وخاصه السعوديه. اذا مرت هالعلاقات ببعض المطبات شيء طبيعي انه الناس بيرجعوا بيشوفوا هالعلاقات المطبات اللي صارت كيفيه معالجتها، كيفيه تداركها، كيفيه صح. ايجاد الحلول لها. هيدي اللي صار عم بيصير اليوم بين المسؤولين اللبنانيين وبين الدول الخليجيه. وخاصة السعودية، لأن نحكي عن السعودية، إنه هل المطبات اللي مرقنا فيها كيفية استيعابها وكيفية التوصل إلى حلول لها؟ بنهاية الأمر دول الخليج هي دول شقيقة إلى لبنان، ويفترض إنه العلاقات تكون طبيعية وتكون منيحة وجيدة وإيجابية وكيفية تتجاوزها. ومن هون إنه المستوى العالي اللي كان فيها منذ شهرين شفناها تراجعت بشكل كبير جدا، وشي طبيعي انه مع الايام الظاهره الجايه كمان هاي العلاقات بدها ترجع انه تتحسن اكثر من السابق. عظيم. فينا نحكي عن البلوكات النفطيه؟ اكيد. يلاحظ ارتفاع سعر برميل برنت، ماشي متابعهم هون متابعه بدون اي ما بنغمق فيهم، صار 70. وصل ل 70. وصل ل 70. إلى أي مدى الثروة النفطية بدها تؤدي إلى فورة يعني الثروة إلى أي مدى بدها تؤدي إلى ثروة من الميل الثاني للبنان؟ بدي أسألك بشكل سريع إذا بتسمح، الكلفة وكلفة الإنتاج والاستخراج والتنقيب والشركات والحصص إلى أي مدى ممكن تنبئ بأشياء مطمئنة وما نكون على طريقة يعني بيطلع آخر شيء للبنان من الجمل إدنه، وخصوصا أنه بعض النفط أسعاره مقبولة، ما هيك؟ حتى لو ارتفع شوي وصل ل 125-130-135 أشهر 30-35 هلأ صار 60-65
بدي قراءتك لها، إلى أي مدى لبنان بده يستفيد، إلى أي مدى هالعشرات ألاف من الشباب والصبايا والشباب اللبنانيين رح يكون لهم موطأ قدم ببلدهم، موطأ قدم ببلدهم ينطلقوا منه لمستقبل مش ينبشوا على مستقبل برا. إلى أي مدى النفط بده يساعد على بناء مستقبل للشباب اللبناني؟ بلاش الكلام تبعك سيد جورج إنه برميل النفط بسبعين، برميل النفط بسبعين أو بخمسة وستين، هيدي إلى انعكاسات على مشروع موازنة 2018 اللي بنحكي عنها لاحقا، أنه بتزيد العجز تبع مؤسس كهرباء لبنان. النفط بسبعين أو بخمسة وستين عامل مشجع للشركات النفطية العالمية يعني بلش للتنقيب عن النفط وكذا، إنه والله إنه بتحط بتوقعاتها أسعار معينة كرمال قصة إنه السداد الاستثمارات اللي عندها إياها، كلفة الاستثمارات اللي عندها إياها. صحيح. هيدا أني. أما فيما يتعلق بلبنان، حسب وزير الطاقة إنه بننتظر إنه آخر هالشهر يصير توقيع لبنان مع الائتلاف النفطي على الرقعتين 4 و9. شو الإيجابية بالموضوع؟ إيجابية بالموضوع إنه الصورة الخارجية بالقصة، أولاً لبنان عم بيوقع مع ائتلاف توتال فرنسية، إني إيطالية، نوفاتيك روسية، يعني ائتلاف دولي، مش والله شركتين صغار مش معروف من هن. في تشكيك بنوفاتيك، ما هون حال ما بيقابل، المهم إنه ما بحياة تشغل شيء، ما بحياة تستخرج شيء، بدها تيجي تجرب فينا. بس هي مش أوبريتر، هي المساعدة بالموضوع. الأوبريتر إنه بس إنه في عندك دفتر شروطه مطابق، هيك قصدي هذا الكلام. هلا 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 الدفتر شروطه بتظهر بغير المجالات إنه لا دفتر شروطه إنه مطابق، مش التوقيع على التلزيم البلوكين أهميته بالداخل إنه البلوكين 4 و9 بلوكين حسب الدراسات والمسوحات الأولية الموجودة إنه غنية. البلوك 4 مساحته 1970 كيلومتر مربع، البلوك 9 مساحته 2020 كيلومتر مربع، البلوك 9 قريب على المناطق المتنازع عنها، عندك حقل كريش وحقل تمر بين فيهم أكثر من 50 مليار دولار، يعني حقل واعد. يعني اليوم شو بيطلع للبنان منه معلي بعملية حسابية سريعة؟ ما بدي أعملها لأنه هيدي ما حدا عنده إياها. ما حدا عنده إياها، خلص أوكي هاتا نوضحها. لما فكروا عالم 50 مليار يعني جاي على لبنان 50 مليار، لأنه هيك أنا أقول لك أنه الأولينية خلينا نشوف الصورة من برا. أوكي أنت مستثمر بالخارج، أوكي بتشوف دولة مثل لبنان كل حجم اقتصاده 50 مليار دولار، عنده حقول نفطية، دراسات مع نص جديتها ونص واقعيتها كذا، ما فيش أرقام دقيقة، فيش أرقام. أوكي. بس إنه بتقول إنه هالحقول النفطية في لبنان غنية تقدر بمئات المليارات، أنت مستثمر برا. لبنان وقع مع هالشركتين ومع هالائتلاف، وهالائتلاف كمان هالركعتين في عام 2018 بده يبلشوا عملية إنه يجوا ينظموا حالهم، يحطوا المؤسسات تبعوا له ويبلشوا الإدارة. أوكي. بعام 2019 بده يبلش عملية التنقيب. أنت كمستثمر وكرجل أعمال بالخارج كيف بتشوفها؟ بتشجعك تيجي أم لا؟ بتقول هيدي بلد واعدة أم لا؟ بتقول إنه بلد واعدة مش بكرة، لأنه عملية شو بدها تعمل؟ عملية التنقيب والوحدة بدها تاخد لها شي 3 سنين، وعملية الاستخراج بين 5 و7 سنين، يعني أول دولار بده يفوت على الخزينة بين 8 سنين و10 سنين. يا لطيف. خلال هالفترة الثمان سنين أو العشر سنين لبنان صورته بالخارج بتتغير، اهتمام فيه بالخارج بتتغير، مستثمرين بدهم يجي يقولوا والله إنه هيدا لبنان دولة نفطية، رجال أعمال بتقولوا هيدا لبنان له مكانة بالوحدة، لأنه كل اقتصاد لبنان 50 مليار. شو 50 مليار؟ يعني الدول المحيطة حجم اقتصاده 300 و400 مليار، يعني 7 مرات من مرات لبنان. لبنان حجم اقتصاده 50، يعني 5 مليار بتأثر فيه إنه هيدا بلد واعد. من هون قصة إنه النقطة انتعاش الاقتصاد بيجي فورا تدريجيا، بس انتعاش بيجي. لو إجينا 100 شركة
أسسوا بلبنان على أساس منتظرين بكرة وبلشوا يهتموا بالموضوع. وبنفس الوقت بلش استثمارات تجي، لو إجيك 500 مليون دولار بالسنة استثمارات كذا. من هون إنه أهمية التوقيع، إنه تجعل من لبنان دولة دخلت إلى نادي الدول المنتجة للنفط تدريجيا خلال هالسنوات 8 سنين، بانتظار أول مدخول له اقتصاد يتحسن. مقابل ذلك على الدولة اللبنانية مسؤوليات، مزبوط أما لا؟ طيب أول مسؤوليات، هالبنية التحتية اللي عنا إياها تتخلي المستثمر يجي والرجل الأعمال يجي، بدك تأمن له البنية التحتية، ما بدك تأمن له طرقات منيحة، بدك تعمل له اتصالات منيحة، بدك تأمن له الكهرباء، بدك تأمن له المياه، كمان المسؤولين عندهم إياها بالوحدة. وبنفس الوقت بدك تعمل إصلاحات العجز اللي عندك إياها بالمالية، بدك تخففها. هيدي خلال 7-8 سنين بانتظار أول مدخول نفطي. بس أقل شيء فيك تقول، أقل شيء إنه لبنان صار يعتبر نسبة للخارج، الصورة الخارجية له هيدا دولة نفطية، دولة دخل بنادي الدول النفطية. هيدا بصير إلى انعكاسات على صورة لبنان، على مداخيلها، على استثماراتها، على الرؤية فيه، وعلى الأسعار. الأسعار كمان خوف انه الاسعار كمان. ايوه صرنا دوله نفطيه، بلش التصحر عندنا، ما عم تشتي بس بدون مصاري. هلا التصحر اذا بتحط السدود، اذا بتحط سدود بس ملاحظ صرنا مزبوط، يعني بس بلشنا نصير دوله نفطيه صرنا دوله بلشتي، صرنا دوله صحراويه. بس استاذ جورج هيدي عم نمزح اكيد، بس انه هيك صار. هيدا بالمناخ، هيدا بالمناخ العالمي عم يصير. ايه؟ عم يصير في اوروبا كلها سوا ما فيها ثلج، عم يصير في تطور. ايه؟ اول شيء درجه الحراره بالعالم، طالعين فرق بكندا وامريكا، درجه الحراره بالعالم عم ترتفع، مضبوط ام لا؟ صح. بيقول لك نص درجه ودرجه خلال 50 درجه خلال هال 50 سنه اللي جايه، يعني عالميا عم تتغير، يعني الفصول الاربع اللي كان عندنا اياها ما بقى بتطبق. صار تداخل بدون تعاقب، صار تداخل. ولا بأوروبا بتطبق الفصول الأربعة اللي كنا نعيشها بالفترات السابقة. صحيح. صحيح. من هون إنه كمية التصحر موجود، خلينا نبني سدود. اليوم بالمشاريع الاستثمارية الموجودة بال 16-17 مليار، في مشاريع قصة سدود كمية قصة التصحر من وحدة. صحيح. بس فيما يتعلق بالنفط، التوقيع أنا نسبة لإلي صورة لبنان تتغير، واقتصاد الصغير هو يلي هو اقتصاد خدماتي بالموضوع، انه ببلش قصة انه مداخيله يتحسن وضعه، وبنفس الوقت بتدخل باطار تطور الاقتصاد اللبناني، انه ما بقى يبقى الاقتصاد اللبناني والله بينتكز على السياحة، بيرتكز والله على شوية تصدير بنعملها، او على شوية على المصاري، او على التأمين او كذا، لا، بتطور اقتصاده تدريجيا، وهيدا اللي بلشنا الحديث فيها. اي رؤيه اقتصاديه بدنا اياها، اي هويه اقتصاديه بدنا اياها، اي شغله بدنا اياها لبنان تيوقف تصدير طاقاته الشبابيه والعائلات، بل بالعكس يخليهم. هيدي من العوامل اللي بتساعد عمليه النفط انه تطور اقتصاد لبنان، من يكون كثير لهذا. ولكن على لبنان انه ما يضيع وقته، لانه لبنان مش لوحده اللي عنده نفط، اسرائيل عندها نفط، قبرص عندها نفط، تركيا عندها نفط، سوريا، كل الحقل، سوريا عندها نفط، كل الحقل تبع البحر الابيض المتوسط، اهم حقل موجود هو على حدود السوريه، على حدود المصريه، الحقل الكبير يلي بيربط مصر باليونان، مصر بقبرص باسرائيل، هو هالحقل الكبير كثير، يلي هو حقل كثير كثير غني، يلي رح يصير فيه مشاكل كثير على يعني الحقول يلي موجوده بلبنان. حتى الحقل الكبير مش كثير كبير، من هون نحن ما لازم نضيع وقت، لازم نعجل بالموضوع، انه اهم شيء بقصة النفط الغاز شو تسويقه، انه نحن عندنا غالبيه الموضوع هو غاز، عندك 80% غاز و20% نفط، او 70% غاز و30% نفط، انا ما فيش دراسات دقيقه، اهم شيء تسويقه. كل ما نحن بنضيع الوقت نسوقه، لانه التسويق لوين بده يروح؟ ما عندك الا مصدر واحد بتسوق عليه، هو الاتحاد الاوروبي. أن الاتحاد الأوروبي بيشتري غاز تبعوله من روسيا 40%، عم بيكون في له بديل بالسنوات بعد 7-8 سنين. كل ما نحن بنتأخر بالتسويق الغاز أو إيجاد مصادر لتسويق الغاز، كل ما الدول الجوار هن بياخذوا محلهم. عمل حرب بسوريا كرمال خط غاز قطر، بيعمل أكثر من خط، عملت حرب، إن شاء الله ما يعملوا حرب علينا بسببه.
تضامن اللبناني وتماسكه اللي أظهرت بالشهرين الماضيين أكبر دليل على أنه لا، لبنان بيقدر أنه يواجه كل التحديات. قبل ما أكيد بعد معنا عشر دقايق، لكن بحب أسألك أكيد عن شغلتين، رح بلش بالموازنة وبعدين بدي أسألك عن موضوع الحق المكتسب للموظفين بأنه القانون واضح بالفعل. إيه بقى الموازنة، موازنة 2018 تأخرت. هلا تأخرت بس شو بقولوا عنا دايما بتيجي مأخرة أحسن من إنه ما تيجي. لا خليها تيجي. شو بده يصير فيها؟ شو يلي بده واحد يتأمل أو يقول إنه هيدي أحسن من غيرها أو بده يصير فيها شيء؟ يعني أولا الموازنة أكيد مأخرة عن المهلة الدستورية 4 أشهر. عظيم. هالموازنة بعدها ما توزعت للحكومة، يعني بعدها مش من المتناول يد يقول لك بالتمام شو أرقامها الموازنة. التصاريح يلي عم تطلع إن من ناحية وزير المال أو من ناحية رئيس لجنة المال والموازنة إنه موازنة جيدة وإيجابية، ووزير المال بيعتبرها إنه موازنة غير الموازنة السابقة، موازنة عندها رؤية اقتصادية واجتماعية وموازنة إصلاحية. من هون بس بلشنا عم نحكي عن مؤتمر صحيح بيريد إنه موازنة إصلاحية ضرورية المون. والموازنة ما عندها إجراءات ضرائبية إنه انتهى الموضوع، وموازنة بنفس الوقت بتاخد بعين الاعتبار الإصلاحات أو الاقتراحات اللي قدمتها لجنة المال والموازنة إصلاحية، وبنفس الوقت بتاخد بعين الاعتبار الإجراءات أو الآراء تبع الهيئات الاقتصادية بالموضوع. هذا بشكل عام. بس هالموازنة عندها تحديات. أول تحدي لتكون مشروع موازنة 2018 شو بدك؟ بدك مشروع قطع على حساب تبع 2016. عظيم. يعني مش موجودة. ما في شيء موجود. تاني تحدي اليوم هالموازنة مثل ما ذكرت لك كرمال تعمل عصر الإنفاق أو تخفف الإنفاق أو ترشد الإنفاق، فعندك 3 مشاكل. أول شيء الفائدة، الفوائد ارتفعت بالشهر الماضي تقريبا 2%، وهيدي رح تنعكس على خدمة الدين العام. عندك استحقاقات دين وعجز بموازنة 2018 تقريبا 15 مليار دولار، 2% بتكلف خدمة الدين العام إضافية 300 مليون دولار. هيدي أول نقطة. تاني نقطة بعرف بلشت انت الحديث بس عم تحكي عن قصة النفط، ارتفاع النفط ل 65 دولار. توقعات أسعار النفط برميل النفط في عام 2018 بده يكون أكثر بين 10 و15% من توقعات النفط في عام 2017. يعني وسطيا برميل النفط بده يكون أكثر من 60 دولار في عام 2018. هيدا بتنعكس على شو؟ على العجز طبعا أسعار كهرباء لبنان. صحيح. والكهرباء الفيول وكهرباء. هيدا التاني التحدي. تاني التحدي أهم من هول الاثنين. انتخابات أيمتى؟ 6 أيام. 3-4 أشهر. عيد الشهداء. إن شاء الله ما تستشهد. إن شاء الله. بعد 3-4 بس تكون في عندك انتخابات. في شيء وزير أو نائب بده يخفف الاعتمادات تبعه له؟ بده يصرفه. ما نحن انتخابات. شو بصير يطلع على سريات الدولة لهم؟ القوى السياسية هلا مش نائب كشخص بعرف ما عم بقول لك هيك عم بقول لك انه بالانتخابات ليه مجبورين اللبنانيين انه يقبلوا معهم؟ يعني اللبنانيين القوى السياسية دائما وقت الانتخابات بالعالم كله مش بس هون، حتى بأوروبا بفرنسا وجال وبالولايات المتحدة وين ما كان تكون في انتخابات بيكثر الانفاق لنعمل مشروع طريق. ايه بس من مالهم هن مش من مال الدولة. الدولة من الدولة. في لها كوتا مخصصة ولا يا دكتور؟ انت بتعرف كوتا. في كوتا مخصصة كله الاعلام بحطوه محدد والمصاريف. لا 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 هلا اليوم بدي اعطيك مثلا. اعطيني مثلا. اذا انا بدي مثلا اذا بدي انع الاهالي بعقار مثلا، في عنده المستشفى موقف بعمل له اعتمادات برممه. طب ليه ما بيعملوها بال4 سنين او هلا مثلا صار لهم 2009 الانتخابات؟ لا لانه مصريات كانوا ياخذوها قبل يحطوها بجيبتهم. لا مش بس برمموا زيت الانفاق. طب محل تاني بدها مستوصف، ما فيش مستوصف. طب بعمل له اعتماد بعمل له مستوصف. طب مطرح التالت طرقات مش موجود، الطريق مسكر، بحط له اعتماد بفتح له الوحده. محل تالت مثلا قصه المدارس، مدرسه ما فيها او مدرسه مكسره. دائما وقت يكون في انتخابات الموازنات من الصعب جدا تقدر تعصرها، لانه كل القوى السياسيه اللي هي بالحكومه
بتقول لك خليني خصص اكثر اعتمادات على الانفاق حتى ارضي الاطراف السياسيه الموجوده. من هون هيدا تحدي موجود بالموازنه، يعني من هون قصة انه ضبط العجز بالموازنة مش عملية سهلة، لأنه مثل ما قلت لك خدمة الدين العام عندها مشكلة، ثاني شيء في عندك قصة التحويلات تبع الكهرباء، وثاني شيء نحن مرحلة انتخابات، ورابع شيء أنت سألتني سؤال عن الحق المكتسب. اليوم إيه هذا بس أرجع أوضح النقطة إذا بتسمح لي بس وربع دقيقة. تبلغ المئات من الموظفين قطاع الخاص خصوصا المتعاقدين في وزارات عدة مش منحدد وزارة أكيد، إنه مجلس الخدمة المدنية جاي سحب لهم معاشاتهم وعم بيقارنهم مع المثبتين، وطلع إنه هو لو حقهم هولي يعني اللي صار له 20 سنة ودرجات تعرف، طلع له مثلا 2.5 مليون على السلسلة، كان يقبض مثلا 1.5 مليون ما هيك؟ هلا صار مع السلسلة 2.5 مليون مثلا، رجعوا عم بيعملوا لهم المراجعة لانه قال هيدي زياده وطلع ما بيطلع لهم هالقد، صار لهم 4-5 اشهر بيقبضوا، هلا عم بيقولوا له بده ينزل معاش كل المليونين، خربوا لهم بيتهم، في ناس ركبت حياتها ورتبت حياتها وعملت اشياء كثير، هلا بدهم يرجعوا ينزلوا لهم. يا سيدي السؤال، لانه انت حضرتك خبير وانت عندك الجواب، هل يحق حتى للدوله يكون معاش تدفعه وترجع تسحبه من الموظف؟ يعني اكيد تفضل. الدوله ما تعطت المعاشات الجدد أو صححت معاشات الرواتب والأجور استندت للقانون عظيم، القانون 46 يلي كان قصة الرواتب والأجور، وهذا القانون واضح، وزارة المالية بس أعدت الرواتب الجديدة ومصححة مستندة لهالشغلة. بعد 5-6 اشهر تقول لك الدولة والله أنا أخطأت، هيدي ما كتير منطقية بالموضوع. صحيح، يعني من هون يفترض إنه الاعتراض وتقدم بشكوى بالموضوع. وين؟ عادة هيدي مجلس الشورى الدولي؟ أكيد هيدي أمور إدارية للحكومة. بس إنه 200-300 ألف 2000 بده يقدموا شكاوى. طبيعي، ما هي بس واحد ياخذ حقه. إيه خلص بتسرع على الجميع. بتسرع على الجميع، ما هي قصة قرار تبع مجلس الشورى الدولي. من هون إنه الدولة ما فيها تقول لك والله أنا قصدي مجلس الخدمة المدنية له حق فيها هيك. هلا هو بينظر بالموضوع، بس مين قراره؟ هلا وزاره الماليه بتقدر تستند على القرار، بتقدر ما تستند على القرار. هيدي هل معترض بيروح على المجلس الشورى لانه هي الموضوع، او بهيدي بتكون لانه بالنهايه القانون هو 46 يلي هو واضح ويلي هو نص عليها، وزاره الماليه استنادا لذلك حطت الجدول تبع الرواتب والاجور. يعني هو الحق مكتسب بعشاتهم، ما له حق الدوله اللبنانيه، ما بيقدر حدا يقشطهم اياهم الا اذا بدك ترجع تعديل القانون، الا اذا بدك ترجع تعديل الا القانون. اذا تم تعديل القانون. تعديل القانون مش وارد، تعديل القانون وهذا وهذا مش وارد بس حتى لا، وهذا مش وارد. هلا بدك قانون جديد بهالايام، مش عم بيتفقوا على الاشياء الاقل تيعدلوا القانون. الانتخابات في تعديلات، ما هيدي هلا ما في شيء. اليوم رئيس بري قال لا هن اقبل تحت اي اعتبار ولا شيء نعدل اي شيء ما في ابدا. فاذا اكيد واضح واضح كثير واضح. انا عندك شيء بتحب بعد بس سؤال اخير، سؤال اخير على السريع. الليره اللبنانيه، انا سؤالي هون بدك تقول لي انت اذا صح ولا مش صح. نعم. هل صحيح المصرف المركزي تدخل باكثر من 5 مليارات دولار في الازمه الاخيره لكنه استوعبها وتعامل معها بجداره وضبط الوضع وبعد في شويه ذيول عم يتم معالجتها، صح ولا لا؟ اكيد مش صح. صح، اوكي خلص. بدي لك ليه؟ بدي لك لكن وضح لي. لا لا بدي لك ليه؟ انا بدي اخذ رقمين، ما بدي شيء. هلا الارقام مين ما كان زدت ارقام، بعض المحلات حقق له 6 مليار. صحيح. طيب. فيك البيانات تبع مصرف لبنان تدرسها وتشوف فيها، وفي اراء ثانيه. بدي اخذ رقمين. اول شيء مصرف لبنان بيقول لك هو انا تدخلت بمليار و700 مليون. الناس بيقدر يعترضوا انه، وفي رقم ثاني تبع بنك عوده يعني بيقول لك تقريبا 3 مليار دولار. ومصادر مصرفيه ثالثه بتحكي ب 3 مليار و200 مليون. انا برايي الشخصي انه لم تتجاوز 3 مليار دولار. والارقام الثانيه يعني ارقام اعلاميه وصحفيه اكثر من جديه، بس اهم شيء بالموضوع، اهم شيء بالموضوع انه هل حول من الليره الى الدولار، رجع حول من الدولار الى الليره، وفي يقول انا عام 2018 الليره اللبنانيه مستقره ما في خوف عليها. نعم. وبالمقابل ذلك معدلات الفوائد رح تبقى مرتفعه وانخفاضها بتكون محدود.
الليرة زادت الفايدة على الليرة. طبيعي لأنه هيك مأذية ولا مأذية؟ مأذية مفيدة للمودعين البعض يعني مفيدة للمودعين. هيدي النسبة النقطة والنقطتين عم تنعطى لكل المبالغ ولا لمبالغ محددة؟ أنا حابب أسألك. لا لا هيدي بترجع حسب المبالغ. من هون إنه أنا قلت لك إنه في ارتفاع، ارتفاع المصارف اللي حكيت حاطته بتشرين الثاني دغري خفضته مين. يعني مثل الوقت بتشرين الثاني عم نحكي بعشرة وبحداعش وبتناعش فيهم هن فيهم دغري خفضته قبل رأس السنة وحساباتهم كانوا فيهم يعلوا، هلا بعد رأس السنة ما كله أول شيء ما بقى في ضغط على الليرة، ما بقى في صح، وهلا معه الليرة معه دولار عم بيحول ليرة، صار في سيولة بالليرة وصار الليرة مرتاحة، طبيعة بدها ترتاح. بس ارتفاع الفوائد خدمة الدين العام الدولة بتدفع حقها، والمقترض يلي اخذ تسليفات من المصارف مش مثبت القرض تبعوله بفائدة معينة بيدفع حق. ليه محتاجين المصارف على 450 مليون دولار اللي محتاجين؟ كان لاخر سؤال. محتاجين لانه الاجراءات الضرائبية بتخليهم يدفعوا 450 مليون مرتين دولار. في ما في ازدواج، انا برايي هن عم بيقولوا نحن عم تدفعونا يا مرتين، هن بقولوا على الودائع وعلى فوائد الودائع، هن عم بيقولوا على التوظيفات عم بيدفعوها وعلى الارباح عم بيدفعوا ضريبتين. أنا ما بشوف في ده، بس أنا بخشى. شو بخشى؟ إنه المصارف تجي بكرة حتى هال 450 أو هال 400 مليون دولار اللي خسرانين يعملوا شو؟ يعملوا الفوائد على الودائع ينزلوها نص نقطة، والفوائد على التسليفات يزيدوها بين نص نقطة ونقطة، بهالطريقة يلي خسرون من هون بحطوا من هون، وهيدي بترجع للسلطات النقدية إنه ترفض هالشغلة. أنا بدي أشكرك دكتور غازي وزني على الحلقة السريعة والمكثفة والمعبرة، وحكينا بأشياء كثيرة أكيد حضرتك اللي ضويت ونورت على هذه الأشياء، وعطينا أعطيتنا مقاربة علمية وواضحة بالأرقام والحقائق والوقائع. أنا بجدد شكري لك. أهلا وسهلا فيك، وأشكر مشاهدينا الكرام لمتابعتهم هذه الحلقة، وإلى اللقاء.